انا لحقت 16 عام كنت مريضه دائما، حياتي كلها انا مريضه، كنتعذب ما عارفه ما ندير. يعني ملي كانت عندك 16 سنه مني تزوجت، تزوجت صغيره مني وليت تزوجت، وليت تنهرب نخلي جوج ديالي، تنهرب صافي، تنخرج من الدار، تمشي عند وليداتي تيقول لي مالك، تنقول لهم انا ما مالي والو، صافي تلحق عند دارنا تنعرف راسي مالي، دارنا ما فاهمين ليا والو، واخا داكشي وراثي ولكن ما عمرش رسم به. ومني رجع كيرجع الراجل كيمشي شي سبب لي عند الطب، عند الفقهاء، يمشي يجري بيا راجل مسكين يخلي ما يدير ليا، تيقول لي ودي راه عندها ملوك روحانيين طايرين، راه صعب بزاف، راه خصهم دير لهم الليله، انا ما عمرش راسي بالليله، ما عندي علاقه كاع بديك الليله، صافي ما دخلش راسي نهائيا. صافي تبقيت هكاك، اليوم غدا صافي تنتعذب، تربي ولادي معذبه، ما حالتي لا حول لا قوه الا بالله. واحد الحق واحد الوقت قال لي راجل، شوف قال لي واحد السيد كنتبع عليا، رفقي نيت راقي وفقيه، كل سبوع تيدير لي السبوب. النهار قال لي شوف هذه راه عندها ملوك طايرين، الا ما درتيش ليها الليله والحضره راه ما غتبرش هاد السيده هذه، راه والو انا عييت من تحيل معاها شي ما بان ليش فيه، اش خصها دير الحضره. داروا شي ناس الحضره، مشيت عندهم هكشي باش بديت النهار الاول، ما كانش الا تنمشي معروضه تنمشي، وليت نهار على نهار تنكشف علاش انا عندي رياح ديال الحضره، هما اللي عندي، ما عندي حتى شي حاجه ديال الطبيب ولا شي حاجه. صافي هذاك الشيء اللي وقع، واحد المده تيقولوا لي غتخدمي، انا ما بغيتش نخدم، ما بغيتش نخدم وما قادش على هذا الحمل، وهربت منه وقلت لهم ما نخدمش، وما خليت ما درت انا حيل باش ما نخدمش والو. ملي تهربت من هذا الشيء تعذبت بزاف في حياتي، صافي حتى تواجهت الموت، باش ملي بغيت هذا الشيء تواجهت الموت. صافي بقيت هكاك شويه، بقات الحق عندي واحد البنيه تربي فيها، قالوا لي تيقولوا لي يوقفوا عليا، تيبانوا لي تيقولوا لي الحق عند البنت الحق عندها 7 سنين غتشدي المجمع، انا تصحاب لي غير لعبتي غير داكشي تيتهيئ لي الحق 7 سنين عند البنت، داكشي صافي تحط لي بسبعه الالوان وسبعه السابح، ب 27 هبطوا عليا سبعه السابح، توجهوا لي في منام الله لي 27 قلم ودوايا، انا ما قريتش، ما عمري قريت ولا شفت شي قرايه في حياتي كامله، انا ما قريتش ورك عمرك قريتي في حياتك نهائيا نهائيا. نهار على نهار من عند الله تبارك وتعالى تدخل لي الصوره العقلي، تنحفظ الصوره من عند الله بحيث ندوز شي امتحان. مني رفضت داكشي ما بغيتش نخدم، قال لي شوفي تيوقفوا عليا ربانيين، تيقول لي شوفي تهز المقراش وعلى تقاليدي انا وربي اللي تيعلم، تهز المقراش يقول مولوك تيقول لي غتصلي، الله ولت البكر ديالي تيقول لي غتصلي، الحمد لله وجهت الله وجهت الله وتنصلي وتنعمر قلبي بالله وداكشي. قال لي شوف ما عندك ماش تخافي، انت غتخدمي خدمه ربانيه، داكشي اللي خايفه منه اللي غتحاسبي عليه راه ديري الحاجه الزوينه والحاجه اللي غدوي بها الناس، ما تخافيش، هي يعني غديري خدمه ديال الخير صافي، غير ديال الدواء صافي نهائيا. صافي بديت معاهم، قلت بسم الله، بديت وليت تنعالج الناس، البنات المثقفات الحمد لله، حتى الراجل اللي مثقف الحمد لله وربي ما تيحشمنيش، البنيات اللي باقي ملاج وجه ربي ما تيحشمنيش، ندير هديه فيهم تربي تسخر ليهم كتيسر امورهم وكيتزوج، اللهم لك الحمد يا سيدي ربي، ربي ما تيحشمنيش ولا تيعرفوني، الحمد لله اللي حطيت في يدي ربي تيسخر ليه وبالبركه ديال الله وبلا شروط، ما تنتشرط نقول لهم عطيوني الهديه هذيك اللي حطوا لي، تنقول بسم الله والبركه كاينه حاضره والحمد لله. هادشي انا ورثته من جدودي، وانا بنت مولاي علي الشريف ومن الرصاني، وانا علوي هادشي مكتوب عليا ندوزه، نقول هذا هو القدر ديالي الحمد لله عليه وراضيه به، انا الحمد لله ما تندير شي حاجه خايبه، وكل واحد يقول لي عجبه، كل واحد اش يقول في هذا الحال، ولكن انا تنخدم داك الشيء اللي بينوا لي جوادي، وانا عارف راسي ملوكه وعندي ملوك قاصحين، واللي قال الحريره بارده في هذه الساعه دي حط يدو فيها، حنا هذا الشيء عندنا ما تلعبوش به. حاليا مازال كتشتغلي في هذا المجال؟ دابا انا هذا المجال دابا مني مرض ديال الولد بقي يوصف كرشي، هاد الدري برياندو مني حملت به هو في شكل اخوته، هو مني حملت به وداك الشيء تنشوفه وقف عليا في 3 شهور ديال الحمل الاولى، هضر معايا قلت لي يلا بحال ولدتو، هضر معايا قال لي شوفي فيا انت، انا سميتي محمد، سمى راسو في الكرش وشاف حالته بحال، قلت لي يلا غادي زعما بحال غيطيح ولا شي حاجه. صافي داز واحد الوقت 9 شهور تزاد هذا الولد، زاد في الشكل غادي تيكبر، هو تيكبر في الشكل شويه، السنان من السنان تبدلوا 3 الخطرات السنان ديالو على 3 المرات،
تدرت لي عملية الاولى والثانيه والرابعه عاد نظري السنين الاخر ديال الطباره كلشي عندي في الدواسه ديالو كلشي عندي يعني يتبع غير طبيعي غير طبيعي نهائيا. والاخر الحمد لله مني على واحد الوقت صافي رفضت هاد الخدمه مابقاش باغي نخدمها 5 سنين عييت وحياتي كلها وانا باقا صغيره وزيت هاد الحمل وثقيل عليا وعييت ومليت من هادشي والزوران والطوفان ما خليت فين مشي تنطج بالليل تنشي حدا البحر ونجلس بزاف هادشي قصه طويله. الاخر مني 5 سنين حبست مني حبست 5 سنين مشى صافي تشد ليا الولد مابقاش خلاو ليا يقرا تيمشي للمدرسه الدري تبدل تغير لي حياته ولا تيقول لي ماما انا غادي نموت وانا عارفه شنو فيه. نقول لا ولدي ما غتموتش هي تيقول لي لا جوج ثلاثه المرات تيتعرض ليا للانتحار تيبغي ينتحر تيقول لي انا بزاف عليا شي انا ما قادش عليه. تقول لي لا ولدي انا الشيء راه فيا انا تيقول لي لا ما تمكنش نكون بحالك انا صافي وليت نداوي تنجري به من الاخر عارفه ولدي شنو فيه انا عارفه ولدي شنو بيه وعارفه ولدي شنو فيه غير تندير له الخاطر حقاش هو ما راضيش بهذا الشيء كاع. صافي شويه داك الشيء صافي قال لي شوفي فيا وقف عليا قال لي سلمي واحد فيكم غير يخدم سلمي المجمع الولد يخدم هو وانت صافي انت يبقى تعاوني هو بعدين اللور صافي انت غتكوني مقدمه عليه وبعدين اللور الولد غادي يخدم. هذاك الشيء اللي درته ولدي صافي سلمت الامر لولدي والحمد لله داك البركه اللي عندي عطيتها لولدي وانا تنعاونه بحال دابا انا هز الحمل فرقته انا وياه عطيته هو تيخدم انا تنعاونه جات شي حاجه تنعاونه عليها ونوقف معاه في الليلات ونعاونه جات شي حاجه تقهر شي حاجه نوضنا نحلو نعوم انا البنات ومعاوناه هو الحمد لله ربي ما تيحشمناش وكلشي راه تيعرفنا واللهم لك الحمد الحمد لله. يعني الا رجعتي انت للخدمه وولدك انقطع عليها شنو يقدر يوقع؟ لا ما نقدرش نهائيا صافي انا صافي عطيت الطابع لولدي صافي ما نقدرش نعاود نخدم انا من غير العوني تنعاونو ومقدمه عليه ما نعاودش نخدم انا هادشي سيبو تنعاونو صافي. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.